هاي everybody, هاو ار يو؟ يا رب تكونوا بخير. معانا درس جديد النهارده لسنه رابعه. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الفينيك فوكس وعرفنا كل المعلومات اللي تخصه. النهارده هنتكلم عن نوع كمان من الحيوانات, او هو هنا بقى من الطيور, اسمه ستيب ايجل. طبعا احنا عارفين ايجل, خدناها ان هو النسر. انا عندي نوع من النسور اسمه ستيب ايجل او ستيب ايجل. ستيب ايجل ده اللي هو نسر بنسميه نسر العقاب او نسر السهوب, ليه اكتر من اسم بصراحة. ونخلي بالنا, او احنا قلنا قبل كده ان النسر من الطيور الجارحة. تمام, تعال نشوف كده الجزء بتاع الريدنج عندي ونشوف ايه الاسئلة اللي ممكن تطلع. اول حاجة بيقول لي look at the eagle. Look at the eagle flying. Fly يعني يطير. Look at the eagle flying. انظر إلى النسر اللي بيطير. It's beautiful. It's beautiful. يبقى أنا لما يجي أتكلم بقى على الشخص بتاعنا كده النهاردة, طبعا هنسميه شخص النهاردة لأنه كأنه صاحبنا وبنتكلم عنه. تمام؟ ستيب ايجل. أول حاجة ممكن أقولها أقول It's beautiful. وطبعا اللي انا بعمله ده هو اللي بيساعدني ان انا اطلع جمل اكتبها في الباراجراف. طبعا الباراجراف احنا اتفقنا انه مش بيتحفظ. طالما انا حافظ كلمات كويس, فاهم الدرس كويس, هقدر ان انا اكتب باراجراف. فاول جمله ممكن اقولها ان هو beautiful, جميل. it's beautiful. تمام, it's beautiful. isn't it, isn't it هنا معناها اليس كذلك, اللي هو مش كده يعني. ها, the steep eagle travels. كلمة travel معناها يسافر. travel. طيب هل هو بيسافر بيركب طيارة يعني؟ لا طبعا, هو بيطير, بس بما انه بيطير مسافات بعيدة فاحنا بنقول عليه انه هو travel, بيسافر. طيب travel, بص كده, from Europe to Africa. travels from to, from to, بيسافر من إلى. طبعا من هنا حط مكان وإلى هنا حط مكان. طب هو بيسافر منين؟ هو بيسافر من أوروبا, يورو, ها, to أفريكا. بيسافر من أوروبا إلى أفريكا, يبقى أفريقيا. يبقى أنا برضو ممكن أقول it travels from Europe to Africa. طيب إمتى بقى؟ تعالوا نشوف كده, هنلاقي إن هو بيقول in winter, في فصل الشتاء. يبقى هو اول حاجة وصفناه ان هو جميل, beautiful, وان هو بيسافر او بينتقل لمسافات بعيدة اللي هي من اوروبا لافريقيا في فصل الشتاء. تمام, it lives in, طبعا احنا عايزين نعرف بيعيش فين. it lives, بيعيش فين. تعالوا كده نكتب بس in هنا بسهم وهقول لكم ليه. in بيعيش فين, ممكن اجيب له قفص واحطه فيه؟ لا طبعا, النسر ده مش يعني مش من النوعيات اللي ممكن ان احطها في قفص. بص بيقول لي ايه, in very big open areas. very big open areas. طيب بص كده, very big, كبير جدا. open, open هنا هي مش الفعل, هي معناها مفتوح. كلمة area يعني منطقة, فهو بيعيش في مناطق مفتوحة كبيرة جدا. هو لازم يحس ان هو حر, لكن ان انا احطه في قفص دي بتبقى صعبة جدا. تمام, طيب it eats, it eats. طيب تعالوا نشوف هو بيأكل ايه. it eats, ادي جملة جديدة برضو عندي. يبقى انا عندي هي جملة التانية التالتة الرابعة. it eats, بيأكل ايه بقى؟ بص كده بيأكل ايه. other birds, هو طائر, هو بيأكل الطيور الاخرى. كلمة other يعني الاخر. other birds اللي هي الطيور الاخرى. small mammals, كلمة جديدة علينا شوية. يبقى هو بيأكل اول حاجة other birds, بيأكل الطيور الاخرى, نوعيات الاخرى من الطيور. بيأكل small mammals. ايه هي المامالز؟ مامالز دي اللي هي الثدييات. يعني ايه ثدييات؟ اللي هي الكائنات التي تلد ولا تبيض. بيبقى ياكل سمول مامالز اللي هي ايه, الثدييات الصغيره. وبياكل ايه كمان؟ تعالوا نشوف كده بيقول لي and rabbits.
and rabbits. وهو بياكل ثلاث حاجات. Other birds, small mammals and rabbits. الأرانب. تمام كده؟ طيب تعالوا نكمل كده. بيقول when. طيب هي when هنا معناها متى؟ تعالوا كده ندور على علامة استفهام. مفيش علامة استفهام. معنى كده انها مش متى. امال وين هنا ايه؟ قال لي وين هنا اداة. اداة اسمها عندما. when it opens its wings. wings يعني اجنحة. واتكلمنا فيها في اول لسن خالص لما كنا بنتكلم على اجزاء الطيور. اجزاء جسم الطيور قلنا ان في ثلاث حاجات. beaks, feathers, wings. اللي هي المناقير والريش وكمان الاجنحة. It's longer than you. بيقولك ان هو لما بيفرد الاجنحة بتاعته بيبقى اطول منك انت شخصيا. تمام. The female is bigger and heavier than the male. طبعا كلمة bigger او كلمة heavier ووجود كلمة than احنا اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم على الكمبارسيف. طيب ايه حكاية female وmale؟ قالي انا عندي النوعيات بتاعة اي كائن حي. عندي female وعندي كمان لو شلنا الاف اي هتبقى male. female اللي هي الانثى وmale اللي هو الذكر. فطبعا الستات على طول بيكسفونا وبيطلع الفيميل اتخن او اكبر واثقل من الذكور. يبقى النوع ده من النسور الاناث فيه الانثى بتبقى اكبر واثقل من ايه؟ من الذكور. تمام. يبقى ممكن اقول جمله كمان واقول females. طبعا females هو هنا جايب لي ايه؟ جايب لي is. انا اتعمدت اكتب females ليه هنا؟ علشان نراجع سريعا على اللي فات. females طبعا هنحط or comparative verb to be طبعا عشان جمع. قال لي bigger اختار الصفة big، وقال لي heavier اختار الصفة heavy. طيب تعالوا فكروني كده. big كانت عبارة عن، يلا نفتكر كده، CVC ساكن متحرك ساكن، consonant vowel consonant. فكنا بنعمل لها ايه؟ كنا بنضاعف الحرف الاخير وبعدين بنعمل ايه؟ نضيف الاي ار. طيب and لان هو ما جابليش صفه واحده، هو جاب لي صفه تانية. طب heavy مين فاكر؟ يلا اخرها ايه؟ اخرها واي. طب قبل الواي في، ايه الفي دي؟ consonant حرف حرف ساكن. يبقى هعمل ايه؟ هنشطب الواي، هنوقعها خالص ونحط اي ونحط اي ار. وبعد كده كلمة ذان. ذان طبعا اللي هي بمعنى من. يبقى females اللي هم الاناث بتكون اكبر واتقل ذان males من الذكور. تمام كده. نقراها بسرعة. look at the eagle flying. it's beautiful isn't it. The steppe eagle travels from Europe to Africa in winter. It lives in very big open areas. It eats other birds, small mammals, and rabbits. When it opens its wings, it's longer than you. The female is bigger and heavier than the male. تمام كده. دي كانت الفقرة. تعالوا نشوف الأسئلة اللي كانت جاية لي علي ونشوف ده ايه. فاكرين how long؟ how long احنا قلنا المرة اللي فاتت ان how long بتكلم بيها عن الطول. how heavy. رجع جاب لي how long تاني. هل بيسأل عن الطول مرتين؟ طيب تعالوا بقى نشوف الموضوع ده. تعالوا نشوف how heavy الاول. احنا قلنا من المرة اللي فاتت ان how heavy معناها كم الحجم. انا بسأل عن الحجم طالما التقل هنا كلمة heavy يعني تقيل، فانا بسأل على الحجم. الحجم بسأل عليه بجاوب عنه بكيلو جرام او بجرام، مش هتفرق طبعا بالكيلو او بالجرام، بالجرام اصلا. تمام. طيب ايه حكاية how long انها تتسأل مرتين؟ how long و how long. انتي قلت لنا يا مس من المره اللي فاتت ان انا عندي how tall و how long، وفهمنا ان how tall الطول الراسي و how long الطول الافقي. ليه بقى يجي لي how long مرتين؟ احنا مش ناقصين لخبطه يا سيدي ولا تتلخبط ولا حاجه. كل الحكايه ان بيقول لك لو how long جه وراها is او are
وفي الغالب بتكون إز، لأن في الغالب بسأل على طول حاجة مفرد، بس المهم إن هو يجيب لي verb to be. لو جي وراها verb to be يبقى أنا كده بسأل عن الطول، والإجابة بتاعتي هتبقى سنتيمتر أو متر أو حتى مليمتر. أما لو جاب لي how long وجيب وراها verb to do، do or does، وجاب لي في آخر السؤال كلمة live، وإحنا عارفين إن live يعني يعيش، طيب إيه اللي جاب الطول للعيشة؟ لأ، هنا بقى أنا ما بسألش على طول، أنا بسأل على المدة اللي بيعيشها. يبقى لما أقول how long ولاقي do أو does اللي هو verb to do ولاقي كلمة live، يبقى هو هنا بيسألني عن المدة. طب تعالى نتأكد هنا، هنلاقي بص هو بيقول لي how long does، حط لي verb to do بعد كده حط لي الفاعل it، أنا بتكلم عن غير عاقل، وحط لي كلمة live، لقيت how long وراها verb to do وعندي في الآخر live، فأنا هنا بتكلم عن المدة اللي بيعيشها. فقال لي around 30 to 40 years. طبعا احنا خدنا كلمة years قبل كده، ولو مش فاكرينها فهي معناها أعوام أو سنين، فهو بيعيش around 30 to 40 years، من 30 ل 40 سنة. ايه كلمة around؟ كلمة around بتساوي بالضبط كلمة about، وقلنا ان هي لو جات لي قبل الارقام يبقى معناها حوالي، فهو بيعيش حوالي 30 ل 40 سنه. طيب how heavy بيتكلم على الوزن، فبيقول لي around 3 kilograms، around 3 kilograms بيبقى حوالي 3 كيلو. هنا بقى how long تاني، بس نخلي بالنا how long هنا جاي وراها is اللي هي verb to be، وحط لي كمان subject الفاعل اهو how long و verb to be، هنا بقى أنا فعلا بسأل على الطول. طب الطول الأفقي ولا الرأسي يا مس؟ لا الطول الأفقي، احنا متفقين اللي هو بالعرض، وحتى تعالى نبص كده هتلاقي هو شرح حالنا وبيقول لي from when to when، from when to when، من الجناح للجناح، ها around بص كده 170 centimeters، 170 سنتيمتر، يعني متر و 70 سنتي. علشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه لما بيفرد دراعاته it's longer than you، بيبقى اطول منك انت شخصيا. اتمنى تكون المعلومة وصلت، واتمنى تكونوا استفدتوا. استنوني في الفيديوز اللي جاية. thank you goodbye.